مرحبا جميعا. اليوم انفجعنا بخبر وفاة المهندس المعماري أو المعماري آيام هي، مهندس أمريكي صيني. هو المهندس اللوفر الشهير اللي هو اللي صمم البيراميد اللي أمام متحف اللوفر، واللي أثار جدل كبير بأعماله، واللي عنده طبعا achievements وأواردز وشهادات من جزها بشكل كثير كبير. تقدروا تشوفوا البايو تبعه على الموقع أو على الجوجل. طبعا هو المهندس المعماري اللي صمم متحف الإسلامي، حكيت فيه فيديو قبل هيك. أتوقع إحنا المجتمع المعماري بننفجع دائما بأخبار وفاة المهندسين المعماريين اللي لهم أسماء كبيرة، زي المرحوم زها حديد، زي IMP حاليا، وغيرهم من المهندسين المعماريين اللي قاعد يقدهم الوسط المعماري، واللي أتوقع إنه صعب جدا إعادة تعويض الوسط المعماري بمعماريين يكونوا مثل هذول المعماريين. IMP توفى عن عمر 102 سنة بعد عدد كبير من الإنجازات اللي طويلة من الأعمال الهندسية المعمارية. بترككم مع شوي من الأعمال المعمارية تبعت. Architecture is not about solving a single problem. The genius, I think, of my father's architecture and all great architects, in fact, is that with one gesture you solve a multitude of problems. What we were trying to show was that our project was really inspired by all of Paris.